بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة والأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم. فاليوم إن شاء الله نختم سلسلة التي بدأناها وهي بعنوان تأهيل الشباب للزواج الإسلامي، وهذه الحلقة الأخيرة بعنوان وصية. فكل شيء له بداية وله نهاية. سأختم هذه السلسلة ببعض الوصايا. فاخترت لكم وصايا ثلاثة، ولكن سأتحدث في هذا اللقاء عن وصية لوالد أوصى بها ابنه بعد زواجه. مجمل هذه القصة أو هذه الوصية أن أبا ذهب إلى ابنه في بيته الزوجية بعد زواجه، جلس الأب مع ابنه، فقال الأب لابنه: ائتني بورقة وقلم رصاص وبمحات. فتعجب الابن فقال لأبيه: اشتريت يا أبي كل حاجة التي تخصني في هذا الزواج، ولكن لم أشتري أدوات مدرسية. فقال: يا ابني اذهب إلى السوق واشتري ورقة وقلم رصاص وممحات. فذهب الابن إلى السوق واشترى ورقة وقلم رصاص وممحات، فعاد إلى البيت وجلس بجانب أبيه. فقال له والده: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما شئت. فكتب الابن جملة، فقال له الاب: امحي. فمحاها. قال الاب: اكتب مرة ثانية. فكتب الابن جملة ثانية، فقال: يا ابي ماذا تريد؟ قال: اكتب مرة ثالثة. فكتب الابن جملة ثالثة، فقال: امحي. فمحاها. ثم قال له: اكتب. فكتب. ثم قال له: امحي. فمحاها. قال: يا ابي ماذا تريد؟ فضحك الاب وضرب على كتف ابنه فقال: يا بني، ان الزواج اذا لم تحمل معك ممحات فتمحي كل ما لا يسرك أو ما لا يعجبك من زوجتك، وكذلك الزوجة إن لم تحمل في زواجها ممحات فتمحي
كل ما لا يعجبها من زوجها فإن هذه الورقة أي ورقة ديال الزواج ستمتلئ سوادا بعد أيام وتصبح هذه أو هذا الزواج أو هذه الحياة الزوجية صعبة وتكثر فيها المشاكل فربما تنتهي هذه الحياة بالطلاق إذ لا بد للزوج أن يمحي ما رآه غير مناسب أو بعض الأخطاء التي رآها من زوجته وكذلك الزوجة يجب عليها أن تمحي الأشياء أو المواقف التي تراها أو لا تعجبها من زوجها. أما الوصية الثانية فهي وصية قدمها الأب لابنته ليلة زفافها، وستجدون هذه الوصية في المقال أو في الكتاب الذي سينشر في يوم من الأيام. وأما الوصية الثالثة فهي وصية قدمتها الأم المسلمة العفيفة لابنتها ليلة زفافها، وستجدون إن شاء الله هذه الوصية في المقال الذي يرسل بعد أو مع هذا الفيديو أو في الكتاب اللاحق. أما وصيتي فأوصي بها جميع الإخوة والأخوات في الله المقبلين على الزواج أن يختاروا الزوجات الصالحات، وكذلك الفتيات يجب عليهن أن يختارن الصالحين. وكما أوصي جميع المتزوجين والمتزوجات أن يصبروا، لأن الحياة نصف صبر ونصف شكر، فليصبروا على هذه الحياة الزوجية ويشكروا الله سبحانه وتعالى أن وفقهم للزواج وأن وفقهم لإنجاب الأولاد إلى غير ذلك من النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم أوصي كذلك الآباء والأمهات أن لا يتسارعوا إلى القرارات التي لا تهمهم أو لا تهم أولادهم وبناتهم، وأن لا يتدخلوا فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بل يجب عليهم أن يصلحوا ما أفسد في الحياة الزوجية، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم يوم القيامة ويسألهم عن كل كبيرة وصغيرة. فكم من امرأة ستصوم في بيت أهلها، وكم من زوج سيصوم في هذا الشهر وحده وتفرق بعدما تزوج، فكل عام سنسمع ونرى مشاكل تحدث بين الزوجين. فعلى
الزوجين أن يصبر وأن يطيع الله سبحانه وتعالى لكي يرضى الله سبحانه وتعالى عليهما. وأشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه اللقاءات وأتم علينا النعم ما ظهر منها وما بطن، والله سبحانه وتعالى وفقنا لإتمام هذه الحلقات. وأسأل الله سبحانه وتعالى ونحمده سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وأدعو الله سبحانه وتعالى لوالدتي المرحومة وأن أهدي لها هذه السلسلة وهذا الكتاب الذي هو بعنوان تأهيل الشباب للزواج الإسلامي، وأن يتغمد الله سبحانه وتعالى في رحمته إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى راضيا عنا، وأن يختمنا بحسن الخاتمة كما أدعو وأتقدم بالشكر إلى والدي بارك الله فيه وحفظه ورعاه، وأتقدم كذلك بالدعاء إلى زوجتي العزيزة، وأطلب سبحانه أن يحفظها وأن يرعاها كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البنتين الكريمتين وأن يرعاهما وأن ينبتهما نباتا حسنا. وأشكر الإخوة في موقع زيو سيتي على الجهد الذي قاموا به من أجلنا ومن أجلكم للوردي، وأشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لما يحب ويرضى، وأكتفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.